في الطواف سمعت دائما يدعو في طوافه يقول باسمك اللهم أحيا وأموت، اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفع، فإن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أمسكتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يقول هو طوف. نعم، قلت له ما يصح هذا، هذا دعاء للنوم، إذا كنت في سبيلك فقل هذا سبيل النوم. فقال لي قائل أخ يتكلم، قال لي قائل ثقة صدوق، قال ألا أخبرك بما هو أعظم من ذلك؟ قلت هذا. قال سمعت السائل في الطواف يقول ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآدمك والجن. فقال ثالث وهم علماء أشدة، قال ثالث الطواف، قال ثالث ألا أخبركم بما هو أعظم من ذلك؟ قلنا هذا. قال سمعت طائفا يقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سبحان الله، فأقول ما في شك يريدون الخير، لكن ما كل من أراد الخير في قلبه.